شرف فلسطين يدنس ليل نهار، وجامعتنا العربية تعقد اجتماعا طارئا ينتهي إما بتبديد أم بالشجار. نحن شعب لا يملك القرار. القضية الفلسطينية هي قضية ديال كل مسلم، ماشي بالضبط كل عربي ولكن كل مسلم. رئيس أمريكا ما خصوش الكلمة، خصو غير يخلي المنصب ديالو ويمشي بحاله، حيت هو ماشي رئيس أمريكا، حرام أنا نقول عنه رئيس. أصلا هي إسرائيل ما كايناش نهائيا، إسرائيل غير هو كيان محتل، وإن شاء الله عايزون حتما هيزولوا إن شاء الله. باش نقول لك لأن القدس عربية إسلامية جاتنا النفس عليها. القدس لنا وليست لغيرهم، القدس حرة ستبقى فلسطينية إن شاء الله. يؤخذ منا القدس العزيز، القدس اللي هو صراحة نعم عزتنا وقدوتنا. جاوا كامل يخرجوا كيندوا، العالم كامل غادي يخرج يندد وما غادي يوقفوش المطامح ديالهم ان شاء الله، والقدس دائما عربيه وفلسطينيه. القدس هي عاصمه فلسطين، ابى من ابى وكره من كره. نفديك يا أقصى بالروح بالدم، نفديك يا أقصى.